ماشي. طيب احنا في الحقيقة يعني ان شاء الله عندنا موعد هنا في تيارت غدا الجمعة الخامس من شهر مارس، عدنا للمدينة هذه بعد أن كنا فيها منذ 14 شهر، آخر تاريخ لآخر نشاط رياضي جامعي مبرمج لدى الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية، واللي توقف طبعا لأسباب يعرفها الجميع. اليوم احنا هنا على هذا المنبر لنعلن بداية الموسم الرياضي الجامعي اللي جاء كذلك بعد تحضير نفسي، نقول إذا كان ممكن تسمع العبارة، من خلال يوم دراسي نظمناه الأسبوع الفارط بالمدينة الجامعية بازا، واللي كنا تحدثنا فيه عن الاستئناف الآمن للنشاط الرياضي داخل المؤسسات الجامعية. اليوم قلنا احنا في هذا بداية راح نبداو بهذه البطولة الوطنية الجامعية للعدو الريفي، واللي راح نستأنفها كذلك بالبطولة الوطنية للتايكواندو اللي راح تكون بداية كذلك لأنشطة أخرى تحضيرا للمهرجان الوطني للرياضة الجامعية اللي راح يجري خلال شهر جويلية على هامش الاحتفالات بأعياد الشباب الاستقلال والشباب.